السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب المنتخبات للمنتخب الوطني الجزائري في ترتيب الفيفا الجديد، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. إذا فاز المنتخب الوطني الجزائري في آخر مباراة له أمام منتخب السنغال بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة، وهذا بملعب عبد الله وادو بذكرى سنغاليا بهدف فارس شايبي. وشهدت فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر تعادل المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب تنزانيا مباراة الجولة 6 والأخيرة من تصفية كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام الجاري. فاز الخضر أيضا على أسود تيرانغا في مباراة ودية. ومن المرتقب أن يتقدم المنتخب الوطني الجزائري بمركزين في تصنيف الفيفا الأخير، حيث سيصبح الخضر في المركز 31 عالميا والخامس إفريقيا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.